بسم الله وعلى بركة الله لفتوت الافتتاح لهذا المساء للخيل العربية لأصل عمر 4 سنوات مبتدئة ولمسافة 1600 متر بمشاركة كبيرة 16 راس في هذا الشوط على المضمار العشبي في نادي سباقي والفروسية. والتقدم والاندفاع يأتي من خلال رقم 11 طاهر على ما يبدو لي، وتقدم أيضا من الجهة الخارجية مع رقم 5 فورجيل شيراز وصالح سالم المري. في المركز الثالث محاولة خرب رقم 2 والخيال بير كونفرتينو، بينما المركز الرابع العريق المدرب وسيم محمد صحن مركز هذا مربط الجريان والمعتصم البلوشي. الجياد ككتلة واحدة تندفع إلى الأمام في آخر 1000 متر. نشاهد طاهر حتى الآن في الصدارة وفرج شيرازة في المركز الثاني بشعار السيد حسن المطوي الأسود والأبيض. والمركز الثالث خرب ومحاولة قوية أيضا من سطام مرشح في هذا الشوط مع المدرب جوليان سمارت مركزمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني والخيار توماس لوكاسك، بينما متابعة العريق في المركز على ما يبدو للرابع الآن. الآن التقدم إذن لفرجيل شيرازة من الجهة الخارجية منافسة مع طاهر في المركز الأول. الجيات تتجه نحو المنعطف الأخير والعريق وتحركات جميلة من الجهة الخارجية مع سطام كذلك بشعار الأزرق والنجوم البيضاء والتوجه إلى الخط المستقيم في الشوط الافتتاحي على المضمار العشبي في نادي السباقي والفروسية. العريق والتقدم والاندفاع والجريان يبحثون عن الفوز الأول لهم من خلال هذا المساء. المعتصم لوشي والتقدم الآن في هذا الشوط، ولكن ظهور مرة أخرى لطاهر منافسة قوية بين طاهر والعريق. العريق أيضا محاولة قوية منافسة عند الأمتار الأخيرة، خطوة بخطوة بقوة هنا العريق. العريق مع الجريان الافتتاحية في الريان، إذن الجريان والفوز في هذا الشوط مع المعتصم البلوشي. فعلا أداء جميل من إذن مشاهدينا جمهورنا الكريم، بعد شكوى المقدمة وبنظر لجنة المعتمدي تم اعتماد النتيجة كالتالي: المركز الأول والصدارة في الشوط الافتتاحي من نصيب رقم 11 طاهر المدرب والمالك المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والخيار ريان كوراتولو كهنينا. المركز الثاني رقم 1 من خلال تواجد اي جي اس العريق المدرب وسيم محمد الصحن ملك السادة مربط الجريان والخيال معتصم البلوشي. ثالث المراكز لرقم 5 فورجيل شيراز المدرب والمالك السيد حسن علي حسن مطوي والخيال صالح سالم المري. المركز الرابع لرقم 10 سطام المدرب جوليان سمارت ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والخيال توماس لوكاسك، بينما المركز الخامس لرقم 3 من خلال تواجد شامخ المدرب البندوميون ملك السادة أم قرن والخيال رونان توماس. ألف مبروك للفائزين في هذا الشوط وعلى رأسهم رقم 11 طاهر. وبعد قليل يبدأ الشوط الثاني، نتمنى التوفيق والسلامة للجميع.